رنونة برصاص حي، فأنا خربقت لهم المكان. يعني أول يوم بتدرب طبعا من الخوف، هو بيقول لي حطي ايدك على الزناد وبصي كذا واعملي كذا، دوسي دوسه واحده وخلاص. انا من الخضه ايدي عشان نجت على الزناد، فال 33 طلقه طلعوا اللي في الخزنه. فطبعا بقيت اعمل ايدي بقى يمين وشمال، طبعا دمرت لهم المكان اللي انا مضرب فيه النار. ولما خلصت ما لقيتش ولا حد جنبي، بتوع الانتاج كانوا موجودين ومساعد الاخراج وفي ظباط موجودين، جري وخرجوا من المكان اللي انا بتدرب فيه. قال لك انت مجنونه. وبعد ما خلصت والله دخل الظابط قال لي يا ست الهام انت كتير قويه. قلت له دي مش الهام. قال لك ايه المجنونه دي؟ قلت له دي ام جهاد، ام جهاد لازم تضرب لازم تضرب ال 33 طلقه مره واحده. ان انا فعلا انا بتخيل ايه، بقول لنفسي ما تخافيش، انا اول مره بمسك سلاح وبضرب رصاص حي والحقيقه صعبه بجد. وبعدين كلاشينكوف ده تقيل تقل الدهيه، دخل على كتفي على ما خلصت المسلسل، ان انا طول المسلسل شايله السلاح وماسكه الكرباج واللبس كمان تقيل. ففي معاناه، يعني مش بس معاناه الاداء، والحقيقه كان برضه معاناه كبيره جدا بالنسبه لي العنف، لان ده اكتر شيء بكرهه في حياتي. وكاملة وذكري لا تقبل إلا بالحقيقة، لو ما ضربتيهاش بجد هتعيدي إن شاء الله 30 مرة. طب أعمل إيه؟ البنت الأولانية دي يعني البولندية جابلي عصفورة، ضربت الأول دلع مرة قالت نعيد، دي مش أم جهاد دي إلهام بتتدلع. تاني مرة لقيت الله انا هتهزق بقى، مش عارفه اعمل الدور ولا ايه، بس مش طايق، انا مجهد مش طايق اعمل اللي هي بتعمله. وقلت يلا بقى تكري على الله، وغمضت عينيا وضربت البنت اتشرحت. وكرباك حقيقي يا جماعه، يعني ما فيهاش هزار، لجايين وجايبين كرباك فيك ما عجبش الكاميرا، لانه ايه بيضرب كده الكرباك الحقيقي بيلف حوالين الشخص، يعني تضرب يروح لافف، فهي عايزه يبان الحقيقه المره بتاعه الارهاب. فطبعا صعب جدا. وكان عندي برضو مشهد مع منى وهي في القفص وبضربها، مش قادره اقول لكم منى حصل لها ايه. لا جابوا لها دكاتره حبيبتي، لا جابوا لها دكاتره، وتاني يوم بتوريني كل جسمها متشرح، مش قادره اقول لكم منى حصل لها ايه. لا جابوا لها دكاتره حبيبتي، لا جابوا لها دكاتره، وتاني يوم بتوريني كل جسمها متشرح. شوفوا مخاطر، يعني كنت بقول المخاطر اللي انا بتعرض لها. طب حتى لما انا باذي حد ويتحمل عشان الدور، يعني قد ايه الممثلين بيتعبوا.